في يوم كده تخصصه ايوه ده انا كده يوم الاكل، انا كده فتصحى تعمل تحضيرات الاكل بتاع الاسبوع. بالظبط. وبالذات كل البنات وكل الستات عاملات يا حبايبي بيشتغلوا اه وبيروحوا شغلهم وعندهم ولاد فتحضري الصلصات بتاعتك يعني صح بالكميه صح وتحطيها كده في اكياس او في علب صغيره، والتتبيلات والحاجات دي كلها، التتبيلات مثلا للبانيه الحاجات دي وتحطيها في اكياس. كل ده بينجز وقت جدا. طبعا طبعا. صح ويعني مش هقول بقى ان مثلا الحاجات كمان اللي بتتفرز زي مثلا الباميه اه المتقمعه لو عندك وقت، او لو ما عندكيش وقت والله في الاسواق بيبقى فيه الفلاحين بيبيعوا متقمعه جاهزه. ايوه صح انا صح بعمل كده بصراحه، اه وتخزني الحاجات دي هتسهل لك جدا جدا. بالظبط كده. طب البطاطا ايه؟ انا شايفاك البطاطا بتعملي فيها حركه برضه. البطاطا بقى برضو عشان ايه، بتدي باور وكده في النص بقى في التمرين، ومن غير بقى ما نقعد نتعب في نفسنا ولا ناخد وقت ولا مجهود. انا مجرد ان انا برضو شوتيها شويتها وبعدين بروح حاطه فيها الزبده ومقلبه الزبده معاها كده، وبلاش سكر وبلاش اي حاجه. في ناس بتحب القرفه، تحط قرفه عادي. انا معايا اماني، معلش اه اتفضلي. اتفضل. اي اماني؟ ايوه يا حبيبه ايدي، يا روحي ازيك يا حبيبتي، يا انا اماني بموت فيكي يا نشوه والمصحف الشريف كاني عارفاك يا اماني. كل الناس بتموت بموت فيكي اصلا. حبيبتي يا نشوه، والله بحب البرنامج بتاعك قوي. الله يسعد قلبك يا رب يا اماني ربنا ويرضيكي يسعدك ان شاء الله. ويجبر خاطرك زي ما انت جابره في خاطري. ربنا يخليكي يا حبيبتي ويخليكي لاولادك يا الله يا اللهم امين حبيبتي. اللهم انا امين. عايزه اطلب من حضرتك حاجه، اتفضلي. انا عايزه اعرف بس الفول المدمس عشان بعمله في حبيبتي. الفول المدمس طريقه عمله؟ ايوه يا حبيبه قلبي، ده اسهل حاجه في الدنيا. شيماء تقول لك طريقتها وانا اقول لك طريقتي. ماشي يلا اسمعينا يا حبيبتي، قولي بقى. الفول المدمس احنا يعني انا اكتشفت ان احنا مش محتاجين له بقى اللي هي اسمها ايه، القدره. ولا قدره ولا اي حاجه والله العظيم. الحله، لو الحله حلوه كده وجميله، وبالذات لو حله ضغط كمان يا ريت لو متوفره، ان احنا كل الموضوع ان احنا بنعملها بننقع الفول، بس ما ننقعوش كتير يعني، تمام، عشان ما ينبتش. عشان وغير ما عشان طعمه ما يتغيرش. انا عايزه احس كده بطعمه تمام حلو قوي. وبحط عليه ميه مغليه، بحطه في الحله وبحط عليه ميه مغليه. بحب بقى كمان لو انا يعني مستعجله او كده، ان انا بحط له شويه قبل يعني كربونات صغير. شويه كربونات وشويه بيكنج باودر. في ناس بقى بتحب تحط خضار عشان تدي له قيمه غذائيه. ماما لا مثلا لا بتحب لا تحط ما له عدس. هو انت بقى كنت لسه هقول لك طريقتي انا بقى. الاول بتنقعي الفول مثلا بتاع 3 4 ساعات عشان بينزل ميه غامقه كده، دي هترميها. ايوه وبعد كده تحطيه، انا كمان صراحه بعمله في حله، بس حله يعني يكون غطاها ايوه جامد جدا، ومحكم. واحط عليها كمان حاجه بتكبس الغطاء اكتر، حاجه تقيله، ايد هون بقى اي ايوه حاجه. بالظبط. بعد ما نقعتيه بتجيبيه تحطيه في الحله او في الدماسه زي ما انت عايزه، طبعا اللي عندك دماسه تمام يعني. وبعد كده بتغطيه، يعني لو هو مثلا تلت الحله تلتينها ميه، يعني ضعف الفول ميه، بالظبط. يعني لو كوبايه فول يبقى كوبايتين ميه. وتحطي شويه في ايدك كده حفان صغنطوط قوي عدس اصفر، وتحطي كمان والليمون. يعني بين لا بين صوابع هقول لك اللي بيدي لون حلو ايه، بين صوابعك رز، يعني معلقه رز، عارفه معلقه المعلقه اللي بناكل بيها في والنبي رمضان خبز دي؟ قول رز لا يتريقوا لا، عليا. عشان تتخن الميه بتاعته. بالظبط كده. وبقى السر بقى في اللون بقى، اللون العظمه بتاعه، ايوه شويه كركم، الله عليك. معلقه كركم مع اول ما يغلي اوطي عليه النار زي الشمعه شعره. واسيبه 7 8 ساعات، ما افتحش عليه ابدا ابدا. ايوه الفتحه دي بقى هي اللي بتخليه يسود. بيسود اسم الله عليك. في ناس تقول لك ايه، حطي طماطمايه قسميها نصين وحطيها معاه عشان مش عارفه فيها اسيد فعشان ما تخليهوش يسود وكده. انا ما بحطش غير كده بس. طب الليمون، ايه رايك في الليمون؟ الليمون بيشيل الاكسده. هيمنعني، ما هو الليمون هيمنعني ان انا احط زبده، يعني في ناس تحب مثلا ايه الفول بالزبده مش بالزيت وليمون، ايوه فهمك. طعم الليمون هيضايقني في الزبده. تمام. انا بحب احط، عارفه، قشره ليمونه كده، عصره ليمونه خفيفه وقشرتها بتمنع علشان الاكسده، بتخليه ما ماشي يسودش خالص. ماشي. وهو الشطاره بتاع بقى يعني اختي اللي كانت بتكلمني دلوقتي ايه، ان لما الميه تزيد الطبقه اللي فوق حتى لو اسودت انا بشيلها بالمعلقه، يعني ومش هتسود في نفس اليوم، هي بتسود تاني يوم. ايوه فدي احلى طريقه. والفيصل بقى في ان الفول يطلع كده زي الزبده، انت هتختاري فول بلدي ايوه اللي هو بتاعنا السخنطوط ده، ولا هتختاري في فول في السوق برضو مستورد. بيبقى مستورد، بيبقى الحبايه بيضه شكلها حلو كده. بيني وبينكو انا جربت ده وده، عايزين ريحه الفول تبقى كده، ريحه الفول بتاعتنا هو البلدي البلدي. هو البلدي.